احترفت انت في السويد وفي المانيا وفي فرنسا ولعبت مع فرق جديده، ايه اللي عندهم مش عندنا وبيه نقدر نعمل اجيال قويه؟ والله هو كتير، الفرق كبير جدا ما بين الانديه بالذات الانديه الكبيره. الحمد لله انا كنت محظوظ ان انا العب دايما في انديه بتنافس على اللقب المحلي، وده كان مهم قوي. يعني احيانا كان بيجي نادي مثلا عرض عليا قبل كده، فاكر في الدنمارك كان نادي عرض عليا رقم 5 أو 6 وعرض عليا كوبنهاجن، كان ساعتها محمد زيدان بيلعب في نفس النادي في الكوره، وانا بلعب كوبنهاجن في تنس طاله، بس هم بيلعبوا تشامبيونز ليج وبيلعبوا في الدوري الدنماركي، بس هديني تقريبا تلتين العقد، يعني في تلت طاير. برضو بعد استشارة العيلة والكلام ده، دايما هما كانوا بيقولوا لا روح في الحتة اللي ممكن تديك بوزيشن، في الحتة اللي ممكن تعلي من الاسم عشان فيما بعد. الفروق ما بيننا وما بينهم ضخمة جدا، يعني لدرجة مرعبة، بسبب ان احنا هنا بنشتغل بدون اهداف واضحة. انت النهارده لو جيت سالتني تقول لي انت عايز ايه الاهداف اللي انت مثلا بتشتغل لها كفرقه بقى كمنتخب مثلا لغايه باريس 2024، ممكن ما اعرفش ارد عليك. اللي اقدر اقول لك عليه الحاجات بتاعتنا، لكن احنا ما فيش اهداف واضحه جايه لنا بنبقى عارفينها، انك لازم تكون في التوب فور في البطوله الفلانيه وفي الفلانيه. طب وهنعمل ايه للكلام ده؟ انا هقول لك حاجه غريبه جدا، خلصنا اولمبيك جيمز، عملنا نتيجه الحمد لله نتيجه رائعه. من الاولمبيك جيمز لغايه وقتنا هذا ما حصلش تجمع منتخب واحد. دي حاجه غريبه جدا بجدها، يعني مستحيل تحصل. افريقيا مثلا من ايام قليله بدون معسكر، بدون تجمع، بدون اعداد. التجمع ده مش بس بيديك فروق فنيه وبدنيه، كمان بيديك هارموني، بيديك ان انت تبقى مع الفريق بتاعك في يعني تجانس. نيجيريا بتعمل، المغرب بتعمل، تونس بتعمل، الناس كلها بتعمل. احنا مصر احنا الافضل. سؤال عجيب، يعني حاجات بدائيه. هقول لك برده مثال، ما بين ريو وما بين طوكيو 5 سنين تجمعين ولا حاجه. بالظبط تجمعين. بالظبط تجمعين. واحد قبل البطوله مباشره، واحد قبل البطوله مباشره، والتاني في 2020 اول 2020 لما كنتوا هتلعبوا الاولمبياد بس اتاجل. بالظبط. متوقع جدا. انت معانا. لا اصل ده مش هيبقى تنس طاوله بس، ده هيبقى في كل حاجه. ما اعتقدش، لا ما اعتقدش. بص انا برضو عندي اصحابي في اكتر من لعبه. كل الاتحادات حصل عندهم ما شاء الله طفره كبيره قوي عشان نتائجهم ما شاء الله. عندهم ابطال، لازم الاتحاد زي ما تقول كده ايه يتحمس، زي ما اللعيب بيتحمس لازم المسؤولين يتحمسوا. هو هل شايف ان مثلا اتحاد التنس الطاوله في مصر شايف ان هو ده اخرنا، فعشان كده هو مهما عمل مش هينفع يجاري العالم بتوع شرق اسيا واوروبا والدول المتقدمه دي، فهو احنا كده حلو قوي، احنا متميزين عربيا وافريقيا وده اخرنا، فمش عايز يعني يتعب نفسه؟ بص هو لو شايف كده انا بشايف ان يبقى دي بصراحه كارثه. لان احنا ده مش اخرنا. انت كل شويه عمال بتضرب رقم جديد سواء في البنات او في الولاد، وزي ما انا وضحت لك برضو المستقبل فيه يعني انذارات يعني خطر بيجي لك في الناشئين والناشئات. هل انت واعي لده؟ ده كمان انا ما بقولكش ان فلان اجمد من فلان وجهة نظري، لا ده ميداليات. يعني ده يعني دليل. فانت بتعمل ايه عشان كده؟ انا بشوف ان يعني بكل صراحة والله بدون ما يكون ده هجوم على اي حد، انا مش طبعي ان انا بهاجم على حد، بس بصراحة لازم النوعية المسؤولين في الرياضات بشكل عام، في التنس الطاوله بشكل خاص، لازم يحصل فيها تطوير. زي ما اللاعب لازم يتطور، لازم كمان المسؤول يتطور فكريا واداريا. ان انت النهارده انا لازم يكون عندي بلان، لازم يكون عندي خطه، لازم يكون عندي هدف. ده دوري ان انا اعد اللاعب اداريا ان هو يروح يأدي في التوب فور، وبعد كده لما يروح البطولة اقدر ان انا اهيئه نفسيا وبدنيا وفنيا ان هو يجيب لي الذهب. ده دوري. هل انا بقوم بدوري ده؟ ده سؤال. طب هقول لك مثال محدش عارف بقى الموضوع ده خالص، يعني وانا يعني انا متهيألي لازم احكيه. احنا كنا في ليجوس. ليجوس فيها تحديات كبيرة قوي. طبعا منتخب نيجيريا بنلعب عندهم، الجماهير الكبيره اللي بتشجع ضدنا من اول ماتش، الزحمه، ليجوس ازحم من القاهره 3-4 مرات. يعني احنا كنا بنروح بناخد 10 كيلو في حوالي ساعتين ونص. انا خلصت السيمي فاينل، حصل تاخير في السيمي فاينل، هلاعب ارونا كوادري افضل لاعب افريقي، هلاعبه عنده في ارضه، والماتش كمان ساعتين. هنا بقى بيبان انت مهاراتك كمسؤول عامله ازاي. الحلول ايه؟ هل ارجع الاوتيل تاني واستعد وارجع؟ مش هلحق الماتش. الحلول بقى اللي عند المسؤولين ايه ساعتها؟ يا عمر ريح شويه على الارض كده وقوم كده، يعني اغسل وشك كده وربنا معاك.
طب هاكل ليه يا جماعة؟ جايبين طبعا مش هقول الاسم يعني، بس من محل شهير بيعمل فرايد تشيكن. محدش بياكل فرايد تشيكن يعني قبل الماتش خالص، محدش بياكل، مفيش حد بياكل فرايد تشيكن اصلا. يعني ده خليني يعني ايه، فده كانت الحلول من الرئيس البعثة ساعتها. فطبعا اولا ان انت تخش في مناقشة زي كده في خلال ساعتين، ده اولا دي برضو حاجة مش مفروض انها تحصل. فأنا طبعا ما عملتش كده خالص، خدت قرار فردي، رحت الفندق اللي قدام الاستاد، اخدت حجزت ساعتين على حسابي، وجبت اكل سيمبل خالص، سلطه ورز بكل بساطه يعني، سلطه ورز، وكلتهم وريحت ساعه واستعدت للماتش ورجعت. ما بقولش ان هو ده سبب المكسب، ولكن هو ده اللي لازم يحصل. هو ده سبب المكسب، هو ده اللي لازم يحصل. ايا كان في مكسب في خساره لازم يحصل. وبعدين عارف هقول لك حاجه، لازم اقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ لان لو لا قدر الله كان حصل خساره كان ممكن يقول لك ده بيتحجج او دي شماعه، لكن هو لازم اللي بيحصل يتقال في الخساره وفي المكسب عشان الناس تكون عارفه الاجواء اللي بيعيشها لعيبه الكوره واللي بيعيشها كمان اللعيبه الفرديه، ان اللي احنا الاثنين عندنا تحديات بنقابلها، ولكن لازم في الاخر تتكيف عشان ربنا يكرمك وتجيب الذهب.